كانت الدراسة دي معتبرة وساكنين فيها وولدنا فيها الوليدات، وحنا براسنا تولدنا هنا ووالدينا تولدوا هنا، وهذه دار جدة مسكينة اللهم اغفر لي ولا وسائر المسلمين. خلاتنا هنا الحمد لله رب العالمين، كبرنا وليداتنا وريني جا الانهيار، هاد الدار تزيكولات كي تيقولوا، باتا تيقول ليه جاو الناس من البلدية طيحوا الدار، زادوا ما هزوا تراب، ما عطاونا شي حاجة، ما باقي سولوا فينا كاع. هادي تقريبا 8 ديال السنين الدار دوكا جاحت كلشي، ودار الورثة ومفروقة بيوت ماشي ديالت واحد ولا شي يقول ليه، مفروقة بيوت كل عنده بيتو، سمعتينا عم سيدي، كل عنده بيتو، وهي تردمات كل فين شد الطريق، والناس ضعفاء تيلا خرجوا كاع من دار والديهم ومن دار جدودهم ومشاو هنا للديق. كون كانوا شي ناس مترشين زعما فين يعيشوا فين شي يقول مشاو هنا للديق، مشاو هنا للديق وتجمعات نيت عاوتاني، ملي مشاو للديق ولا عاوتاني ولا ها العرايصات ها النم، لا بد من المشاكل، ها الدراري ها شي يقول بنادم باش يعيش بوحدو ولا شي يقول ليه من المستحيل. خرجوا كلها مسكين في رصد، كلها شي مخشي في دار والديه مع وليداتو شي يقول ليه، وهاد الدار هي بقى جايحه حتى هما متفقين حتى اللي يبيع لمن بغي يبيعو باش بغي يبيعو، شي بغا يبيع شي ما بغا يبيع شي، وتا تيتفكر تا كاين شد اش ويشد جوج الفرانك بغا يفرق على بالعاديه، والاسر ما جاتو تا الف ريال ما جاتوش. اللهم يتسمى عنده هي الدار، يتسمى عنده بدارهم، راه هي الاسميه اللي كاين. اما راه الا جيت تحسب الورثه حتى شي واحد ما عنده شي حاجه والو، هي سميت راه عندنا الدار في درب النخل، سمعتي كلشي تيقول عندنا الدار، انا تنقول عندي الدار، خويا تيقول عنده الدار، ولادو تيقولوا عنده الدار، سمعتي المرأة تقول عندنا الدار. عاد جينا عام سيدي في كورونا، أما أنا عايش مع الوالدة وعايش مع شي يقول لي ما نكذب الله، كورونا الفندق تا هو ديال سوق البطانة تا هو حالته مصيبة تا هو كان تيبنيو، سمعتي تنضرب كراسة ديال السردين تندير اش يقول لي ديال جيت لهنا، ها هو تحل كاع حتى الفندق، وعندنا نيت المشكل حتى في الفندق، هو فندق اللبن هنا في وسط الرحبه القديمه، عندنا حانوت تما ومصلوح من داك الطراز العالي، تنتمناو اش من نهار ندخلوا ليه، نهار دخلنا ليه ها هو كي بحال ما دخلنا ليه، كلشي سد، لا ماء في الكولوارات، لا ضو، جوج جاو الفيسات، جوج جاو الحاجات ديال المرحاضات، والناس تدير داكشي في القراعي، حتى شي واحد ما بغى يحل والو داكشي. نعم اسيدي وعايشين واحد البؤس، حنا متيبين لسيدي ربي، ضايعين 8 سنين، 8 سنين ضايعين بزاف، ضايعين لا في نعاسنا ولا في دخلنا ولا في قعد هنا. بعدا كان بنادم عندنا جوج المحيلات، كان بنادم ندخل للمحل مستور، تتقول بعدا انت دبرتي على ما تقلقم، تدخل بعدا مستور جامعينا بعدا ما وهاد الناس يشوفوهم من الحنة لله تعالى. القرار ديال هاد من عماس ديالنا ما حضرت ليش، تا جا لقيته رايب، جيت لقيته انا في علمي بينا راه تيريبو، ولكني ما قديت نشوف هذاك الشيء، داك المشهد ما قديت نشوفه، سمعتي البيوت فين كبرتي، والله الا خصت على نهار بغيت نتحول هنا الا خصت على 2 مليون ونص قسما بالله. وي نحمد الله وشكرته باش تستقر، باش نستقر على رقبتي، سمعتي وكبرت فيها بنيه وولدت فيها وليد دركا راه عنده 21 سنه، وقلت الحمد لله وشكر. نهار جا تشقوا هذا الشيء، تشقوا الحيوط شي يقول تنشوفوا بيصح على بيصح لنا، وليت هربت مستقر مع الوالده، ووالدي كبروا هنا ووالدي تزادوا هنا، جدي انا اللهم اغفر لي وله تعاودوا بين الرحمه جات الزرع كان نقال هنا، شوف شحال هادي باش تحيدات، سمعتي وهنا حنا هنا تزادوا الوالدين هنا، العمام هنا اللهم اغفر لي ولهم، تزادوا العمات هنا اللهم اغفر لي ولهم، نكذبوا على الله تعالى. وماتوا ناس ماشي زعما صغار ولا، ماتوا شيوخ والله ما سخينا بها، يعطيونا كاع في شارع فرنسا والله انا ما سخينا به. ياك شتي هاكا والله لا مرتاح فيها بزاف كاع، والله لا انا جا متولد عمي جاب واحد خويا واحد الشاري واش يقول ليه، وجا ولد عمي هنا قال لك والله ما سخيت بدارنا. قلت ليه حتى انا نفسي والله ما سخيت بها. قلت ليه شتي لا دخلها كريبه، قلت ليه والله راه هادي ترتاح فيها قسما بالله وترتاح. ها هي بعدا ساتره ناعبنا كورونا والله ما دوزت معدا هنا. دوكا تنجيب تندير طوى الجو السرجيل تنصيبهم هنا تنخرج هنا بعدا كما بعدا واحد ولد عمي مسكين بعدا راه تيخلص الدو ويخلص الماء ويخلص اش يقول لك. والله انا تنتمنى يرجع كيف كان سمعتي، ويولي عنده شي بيت يقبضو ويكون زوين واش يقول لي، ولا فرق ما بيننا وبينهم. ما نكذبوا على الله تعالى تتفقنا الموت، الله يعمر وصيل، ما نكذبوا على الله تعالى.